سؤال رقم واحد. بالليل إذا كانت الدراجة محملة من الواجب التأكد من ضبط الأضواء. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. سؤال رقم جوج. مسافة الفرملة كتتعلق ب وزن الدراجة. الجواب واحد. مهارة السائق. الجواب جوج. وقت رد الفعل. الجواب ثلاثة. حالة الفرملة. الجواب أربعة. سؤال رقم ثلاثة. توازن سيء لمقدار الفرملة الكابح للقدام وديال الخلف كيمكن يتسبب في تثبيت العجلات. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. سؤال رقم أربعة. الوضعية الجيدة للسياقة كتجلى في أيدي مبنية. الجواب واحد، الساق والركبة مشدودتان مسيان بالخزان. الجواب زوج، القدم مشدود مسيان. الجواب ثلاثة. سؤال رقم خمسة. للحد من القوى النابضة من الواجب على صاحب الدراجة النارية يميل الدراجة في اتجاه داخل المنعرج. الجواب واحد، يزيد في السرعة داخل المنعرج. الجواب جوج، ينقص من السرعة داخل المنعرج. الجواب ثلاثة. سؤال رقم ستة. حركة السير بطيئة في الصف اللي كنت واجد فيه يمكن لي نمشي بين زوج صفوف من السيارات. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. السؤال رقم سبعة. في منعرج وضعية سيئة للراكب الخلفي للدراجة يمكن تسبب فانزلاق الدراجة. الجواب واحد، اختلف النوابض. الجواب زوج، من الواجب على الراكب الخلفي ياخذ نفس وضعيات السائق. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم ثمانية. كتمكن الأحذية من حماية القدم والساق من البرد. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. من الحروق الناتجة عن جهاز انفلات الغازات. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. سؤال رقم تسعود. في وقت ممطر خطر الانزلاق أو السقوط كيصبح أكبر فوق الخطوط المرسومة على الأرض. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. فوق سدادات على الأرض. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب. سؤال رقم عشرة. على مسافة طويلة التعب تيجي بسرعة أكبر عند سياقة سيارة. الجواب واحد، أو دراجة نارية. الجواب جوج. سؤال رقم 11. لسياقة دراجة نارية هاد الوضعية ديال القدم مزيانة. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. سؤال رقم 12. بالليل قبل الانطلاق من الواجب التأكد من ضبط واستعمال الأضواء. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. ارتداء لباس خافق. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.